أول ما بدأت الفكرة كانت كنت أنا أواجه شخصياً مشكلة في المواقف، كل ما رحنا مكان يكون زحمة، ففكرت أنه ليش ما يكون هذا يعني انطلاقة لمشروع كبير اللي هو تطبيق اي باركينج، يقدر الواحد يحجز موقفه قبل ما يوصل للمكان. طبعاً الفكرة قررت أني أخذها للسوق قبل تقريباً 3 سنوات أو 2 سنين تقريباً. بدأنا بتطوير المشروع جزء جزء لين ما وصلنا لهذه المرحلة، هو الآن موجود في تطبيق في الأب ستور وجوجل بلاي. جدا جدا حل مشكلة كبيرة جدا في السوق عموما. أنا ما أتكلم عن جهات تجارية وخاصة، بتكلم عن جهات حكومية، مستشفيات، جهات أي جهة حكومية، أي دائرة حكومية. يعني فعلا حين نواجه مشكلة في المواقف، كثير ناس تتأخران عن مواعيدهم، كثير ناس تفوتهم مواعيدهم، فحلو إن الواحد يكون حاجز موقفه قبل ما يجي المكان. كثير حبوا الفكرة، يعني أي أحد أقول له إنه تقدر تحجز موقفك عن طريق تطبيق اي باركينج كمجرد فكرة وأصبح منتج وحملناه وقريبا راح ينزل في السوق.